السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة. فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. طبعا بيضايق اي شخص ان هو يصدر من فمه رائحة كريهة وقد تكون مزعجة للمحيطين به، فبالتالي بيحاول البحث عن طرق يقدر يتخلص بيها من المشكلة دي. النهاردة هقدم لحضراتكم طريقة ممتازة جدا، بسيطة جدا، وبتجيب نتائج جيدة ان شاء الله. الطريقة دي يا جماعة نعتمد فيها على مكون واحد فقط، وهو تقريبا متوفر في جميع المنازل. المكون دوت هو عسل النحل. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. حابب اقول لحضراتكم عشان نستخدم الطريقة ديت مش هنستخدم الطبق، يعني ده الطبق اللي انا موريه لحضراتكم دوت ده عشان اشرح عليه فقط، لكن عشان نستخدم الوصفة ديت هنجيب طبق ينفع ان هو يتحط على النار. هبدأ ان انا اخد معلقتين من عسل النحل بالشكل دوت، ادي اول معلقة. بعد كده هبدأ اخد المعلقة التانية المنظر دوت. مش هعمل حاجة خالص يا جماعة اكتر من ان انا هبدأ ان انا ازود المية بالشكل دوت، ومش هعمل حاجة خالص غير اني هاخد الطبق دوت وابدأ ان انا اذوب العسل الاول. سيب العسل كده خالص. كل اللي هعمله زي ما قلت لحضراتكم ان انا هبدأ ان انا اخد الطبق دوت اللي هو طبعا معد ان هو يتحط على النار، وهبدأ ان انا اخليه على نار هادية ومتوسطة. وهاجي بعد كده هعمل حاجة بسيطة خالص. اول ما يبدأ ان الماء دوت يبدأ يكون نسبة بخار ويبدأ البخار دوت يتصاعد، كل اللي انا هعمله يا جماعة ان انا هاجي واعمل كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين، اقفل خالص حوالين الطبق بشكل نهائي، وهسيب مكان ضيق خالص اللي هو اللي حضراتكم شايفينه دوت المكان دوت، وهبدأ انا اجي عن طريق الفم وابدأ استنشق البخار المتصاعد دوت من الماء المذاب في العسل، وهبدأ ان انا استنشق البخار دوت لمدة 5 دقايق. هعمل الموضوع دوت مرتين في اليوم، جلستين في اليوم، وهستمر على كده لمدة اسبوع كامل، كل يوم معدل جلستين، كل جلسة 5 دقايق. مع الطريقة دي ابدأ ان انا اخد لو متوفر عندي، وده طبعا يبقى افضل مع الطريقة، شمع العسل. ابدأ ان انا امضغ كل يوم على الاقل من 5 ل10 دقايق شمع العسل عن طريق الفم. ان شاء الله بعد اسبوع واحد هتشوفوا حضراتكم رائحة الفم سوف تتغير بشكل كبير. والطريقة دي يا جماعة بيغير رائحة الفم وبطريقة دايمة، يعني الموضوع مش موضوع مؤقت، لا دي طريقة دايمة ان شاء الله حضراتكم بالطريقة دي تتخلصوا من الرائحة والنفس المزعج سواء كان اسبابه بكتيريا او اي اسباب اخرى. حابب اقول لحضراتكم الفكرة انا وضحتها بالشكل دوت، عشان نعملها يفضل ان احنا يكون عندنا قمع، يعني ما نعملهاش عن طريق الايد بس، انا عملتها بالايد اوريها لحضراتكم بس الطريقه تبقى ازاي، لان انا مش متوفر عندي قمع. القمع دوت والله يعني ممكن بعض الاخوه المصريين يعرف اسمه وانا بقوله دلوقتي، بالنسبه للاخوه العرب اللي ما يعرفش اسمه، هو القمع ده يا جماعه بيكون شكله واسع كده، يعني له ناحيتين، الناحيه الاولى بيكون واسع بالمنظر دوت، وبيتكون من الناحية الأخرى مكان طويل كده وآخره بيكون فتحة ضيقة. ده بيستخدم لتعبئة مثلا، يعني مثلا أي حاجات مثلا، وليكن عن طريق أحيانا في تموين السيارات بيكون يعني ملء السيارات بالبنزين بيستخدم حاجة زي كده اسمه القمع بس مكبر. ده أنا بقول لحضراتكم هتجيبوا المصغر منه.
اتمنى اللي يعرف له اسم اخر في الدول العربية يكتبه عشان المتابع الكريم يستفيد، لكن الطريقة دي ممتازة جدا، فحاولوا تعملوها ان شاء الله هي جيدة وتريح حضراتكم بشكل كبير. ناسفين على الاطالة، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.